السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، النهاردة هنراجع مع بعض إزاي نحل امتحان الدراسات الاجتماعية. طبعا احنا بقى لنا فترة كبيرة بناخد المنهج وحلنا أسئلة كتير، لكن لاحظنا أثناء تصحيح الامتحانات إن في أخطاء كتير بتقعوا فيها، وفي أسئلة بتبقوا عارفين إجابتها لكن بتكتبوا الإجابة غلط لمجرد إن انتوا مش عارفين تحطوا الإجابة الصح إزاي. النهاردة هنناقش كل سؤال إزاي نحله بشكل صحيح بحيث إن احنا نحصل على الدرجة النهائية. اول سؤال عندنا في الامتحان هو سؤال الخريطة. طبعا احنا عندنا ارقام كتير على الخريطة، وفي ناس بتغلط في المكان المحدد بالظبط لكل رقم، فاحنا هنحاول نجمع كل الحاجات اللي عليكم في الخريطة بحيث ما نغلطش في مكان اي حاجة. اول رقم عندنا موجود عند البحر الاحمر، فانا لما يجي يسالني ويقول لي البحر اسمه ايه لازم اقول له اسم البحر، ولازم اتاكد ان الخريطه اللي عندي هي خريطه مصر، واحنا عندنا بحرين في مصر، البحر الاحمر والبحر المتوسط. طيب تاني رقم على الخريطه بيشير عند البحر المتوسط، بيقول لي ايه؟ مدينه تعد مركز للاثار الرومانيه. طبعا احنا اخدنا المعلومه دي قبل كده وعرفنا ان المدينه التي تعد مركز للاثار الرومانيه هي مدينه الاسكندريه. ثالث رقم حطه كده فوق بحيره ناصر مباشره وبيقول لي جزيره نقط. احنا علينا الجزيره الوحيده اللي موجوده فوق بحيره ناصر هي جزيره سالوجا، جزيره سالوجا. طيب رقم أربعة موجود فين؟ رقم أربعة موجود في نص الصحراء الغربية بالظبط، وبيقول لي اسم المحمية اللي موجودة هنا ايه؟ معروفة ان لما يكون الرقم في نص الصحراء الغربية بالظبط المحمية هنا اسمها محمية الصحراء البيضاء، محمية الصحراء البيضاء. طيب رقم خمسة حاططها عند سيوة بالظبط في الحدود بتاعتنا مع دولة ليبيا، لما يكون الرقم عند الحدود مع دولة ليبيا اعرف انها محمية سيوة، محمية سيوة. طيب نيجي بقى لرقم خمسة، رقم خمسة موجود عند الحدود مع دولة ليبيا، الحدود مع دولة ليبيا لما يكون الرقم بتاعنا موجود عند الحدود بين مصر وليبيا اعرف ان دي محمية سيوة. نيجي بقى لرقم ستة، رقم ستة موجود مش في الصحراء الغربية، رقم ستة موجود في الصحراء الشرقية، في أعلى حتة في الصحراء الشرقية، وأنا عارف إن في الصحراء الشرقية فوق خالص المحمية اللي هناك اسمها محمية إيه؟ محمية وادي دجلة، محمية وادي دجلة. نيجي بقى لرقم سبعة وتمانية، رقم سبعة وتمانية موجودين تحت خالص في الصحراء الشرقية. طب أنا عايز أفرق ما بينهم لأن في ناس بتغلط ما بين المحميتين دول. طيب أول محمية رقم سبعة جنب بحيرة ناصر، المحمية اللي جنب بحيرة ناصر من تحت في الصحراء الشرقية بنسميها محمية وادي العلاقي، محمية وادي العلاقي. نيجي الرقم 8 جنب البحر الأحمر، المحمية اللي جنب البحر الأحمر من تحت خالص بنسميها محمية جبل علبة، محمية جبل علبة. طيب آخر حاجة بيشاور لي على مدينة على ساحل البحر الأحمر وبيقول لي اسم المدينة إيه؟ أقول له هنا موجودة مدينة الغردقة. وبكده نكون جمعنا معظم أو أغلب النقاط اللي ممكن تجيلك على الخريطة، وياريت نفرق ما بين كل في مكان كل محمية والتاني. نيجي بقى لتاني سؤال عندنا وهو سؤال بما تفسر. ناس كتير منكو بتبقى مش عارفة تجاوب ازاي على سؤال بما تفسر بالرغم انها بتكون عارفة الاجابة ومذاكرة كويس جدا. طيب ازاي اجاوب على سؤال بما تفسر؟ انا لما اقرأ السؤال هسأل نفسي حاجة واحدة، بما تفسر ليه؟ يعني ايه؟ انا قريت السؤال بما تفسر اهمية السياحة، قبل ما اجاوب اسال نفسي حاجه، اقول لنفسي ليه السياحه مهمه؟ يعني لما يجي سؤال بما تفسر اسال نفسي كلمه ليه واقرا السؤال بتاعي، انا بكده هقدر احدد الاجابه بتاعتي بشكل صحيح. فلما يجي يقول لي سؤال بما تفسر اهميه السياحه، الإجابة هتكون عندي إن السياحة بتوفر فرص عمل للشباب وتحل أو تحل مشكلة البطالة.
تاني حاجة تعد المصدر الأول للعملات الأجنبية. طبعاً علشان بدأت الدولة تهتم بالسياحة بدأنا ننشئ مدن وقرى سياحية جديدة مثل مدينة مرسى علم ورأس بناس ومدينة مارينا. نيجي بقى لتاني سؤال. تاني سؤال بيكلمني عن أهمية التنمية السياحية. قلنا لما أجي أحل سؤال بما تفسر أسأل نفسي كلمة ليه، فأنا هقول لنفسي ليه تنمية السياحة مهمة؟ هلاقي الإجابة عندي إيه؟ بيقول لي لزيادة أعداد السائحين وفترات إقامتهم في مصر وتضاعف الدخل من السياحة مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن المصري. فبكده سؤال بما تفسر أنا هسهله على نفسي إن أنا أعرف أجيب إجابة مختصرة وبسهولة ما أغلطش فيه. رقم 3 بيسألني عن أهمية سياحة السفاري، برضو نفس السؤال المعتاد، لكن أنا بسألك عن أهمية سياحة السفاري هتقول لي السياح بييجوا يمارسوا سياحة السفاري ليه في مصر؟ يا ترى ممكن ما كان ممكن يمارسوها في أي مكان تاني؟ أقول له للاستمتاع بالحياة الطبيعية ومراقبة الحيوانات والطيور في الصحراء وزيارة الواحات المنتشرة بها. ده كان الأسئلة الأكثر انتشارا في الجغرافيا. نيجي بقى لقسم التاريخ لسؤال بما تفسر في التاريخ. بما تفسر أشار عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر، وممكن يجيلي بشكل تاني يقول لي ايه بما تفسر فتح مصر بس سؤال مختصر. طب انا جاوب على السؤال ده ازاي؟ قلت برضو هسأل نفسي ليه عمرو بن العاص أشار على عمر بن الخطاب بفتح مصر، ليه برضو فتحوا مصر اصلا؟ ايه اهمية مصر عشان المسلمين يهتموا بفتحها؟ فانا هجاوب اقول ايه؟ لتأمين الفتوحات ببلاد الشام وليكون فتحها قوة وعونا للمسلمين. دي الاجابة بتاعة السؤال بشكل مختصر. بيقول لي بما تفسر ارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام بعد وفاة الرسول، ليه بعض القبائل العربية رجعت عن الدين الإسلامي بعد ما عرفوا ان الرسول توفى؟ الإجابة لبعدهم عن المدينة النبوية، كما أنهم كانوا حديث العهد بالإسلام ولم يستقر الإيمان في قلوبهم، يعني لسه القبائل دي دخلة جديد، لسه ما بدأتش تتعرف على الدين الإسلامي بشكل كامل وشكل صحيح. سؤال تاني بيقول لي بما تفسر تولية الخليفة العباسي لمحمد ابن طغج الإخشيد على ولاية مصر، ليه الخليفة العباسي خلى محمد ابن طغج الإخشيد يكون والي على مصر؟ أقول لأنه أظهر شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية، يعني لما أظهر شجاعته وعرف إن هو أو قدر يصد هجمات الدولة الفاطمية على مصر، الخليفة العباسي كافئه إنه ولاه ولاية مصر وكمان منحه لقب إخشيد ومعناه الملك. نيجي بقى لسؤال قارن. سؤال قارن ده بيلم حاجات كتير او بيشمل حاجات كتير. سؤال قارن ممكن يقارني ما بين اطراف، ما بين معركة، ما بين اسباب، ما بين نتائج، يعني انا كده سؤال قارن ده بيلم لي اكتر من سؤال في وقت واحد، بيلم لي ما النتائج، بيلم لي بما تفسر، بيلم لي كمان ان انا اعرف المعارك ما بين مين ومين، الاطراف بتاعة المعارك. فاول سؤال عندي بيقول لي ايه؟ قارن بين السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية من حيث التعريف والأنواع. يا ريت يا جريد فايب واحنا بنقرأ سؤال قارن ما ركزش على أول كلمتين واسيب باقي السؤال، بحيث ان انا اعمل ايه؟ اقرأ قارن بين السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية. طيب ما هو مش عايزني اكتب كل حاجة عن الاتنين دول، هو عايزني اكتب من حيث التعريف والأنواع، يعني عايزني اكتب تعريف السياحة الثقافية وتعريف السياحة الترفيهية، أنواع السياحة الثقافية وأنواع السياحة الترفيهية، ده اللي أنا عايزه منك فقط، لكن أنا عايز الناس تقرأ رأس السؤال كويس. طيب أنا هنا السياحة الثقافية تعرفها هي سياحة تهدف إلى اكتساب المعرفة والثقافة. طيب إيه أنواع السياحة الثقافية؟ قال لي عندي سياحة تاريخية، سياحة المؤتمرات، سياحة المهرجانات والمعارض. نيجي للسياحة الترفيهية، تعريفها ايه؟ هقول الهدف من السياحة الترفيهية هو التعريف. طيب السياحة الترفيهية هي سياحة تهدف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي. طيب ايه انواع السياحة الترفيهية؟ قال لي عندي سياحة شواطئ، سياحة سفاري، سياحة بيئية، سياحة نيلية. دي انواع السياحة الثقافية وانواع السياحة الترفيهية. نيجي بقى لسؤال تاني بيقول لي ايه؟ قارن بين السياحة الرياضية والسياحة الطبية من حيث التعريف.
انا قلت لما اجي اقرا سؤال قارن لازم افكر او لازم اكمل السؤال بتاعي واعرف ايه وجه المقارنه اللي عايزني اكمل على اساسه او عايزني اجاوب السؤال بتاعي على اساسه. انا عايزه السياحه الرياضيه والسياحه الطبيه من حيث التعريف فقط، هقول تعريف كل واحده منهم. السياحه الرياضيه سياحة تقوم على سياحة الغوص والرياضات المائية على سواحل البحر الأحمر واستضافة البطولات الرياضية الكبرى والبطولات الدولية. نيجي للسياحة الطبية، قال لي طبعا هي تقوم على زيارة العيون الكبريتية والمعدنية مثل عيون موسى والرمال الساخنة الغنية بالكبريت التي طبعا تشفي من أمراض العظام والأمراض الجلدية. بكده أنا جاوبت السؤال، قلت تعريف كل واحدة منهم. نيجي الرقم 3 بيقول لي ايه؟ قارن بين فتح مصر وفتح مكة من حيث الاسباب والنتائج. انا عايزة اسباب فتح مصر واسباب فتح مكة. ايه النتائج المترتبة على فتح مصر والنتائج المترتبة على فتح مكة؟ زي ما قلت لكم في اول السؤال ان سؤال قارن بيشمل سؤال بما تفسر وما النتائج، يعني انا كده كأني باخد 3 اسئلة في سؤال واحد. طيب اول حاجه فتح مصر، ايه اسباب فتح مصر؟ يا ترى المسلمين قرروا يفتحوا مصر ليه؟ اقول لتامين الفتوحات ببلاد الشام وليكون فتحها قوه وعونا للمسلمين. طيب ليه فتحوا مكه؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قرر انه يفتح مكه؟ اقول بسبب نقد قريش الهدنه باعتدائها على احلاف النبي، ان قريش نقضت صلح الحديبيه ونقضت شروط صلح الحديبيه مع الرسول واعتدت وحاربت احلاف النبي. طيب ايه النتائج المترتبه على كل واحده فيهم؟ النتائج المترتبه على فتح مصر اقول اصبحت مصر بعد الفتح العربي ولايه تابعه للخلافه الاسلاميه، يعين الخليفة عليها حاكم يعرف باسم الوالي ويكون مسؤول عنها أمام الخليفة. دي النتائج المترتبة على فتح مصر، إن أصبحت مصر بعد الفتح العربي تابعة للخلافة الإسلامية والخليفة بيعين عليها والي يكون مسؤول عنها. ده اللي حصل بعد فتح مصر. طب إيه اللي حصل بعد فتح مكة؟ إيه النتائج المترتبة بعد فتح مكة؟ قال لي دخل الرسول مكة دون قتال وطاف بالكعبة وحطم الأصنام وعفى عن أهلها وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، كل واحد حر في دينه، وده كان دليل على تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. فبالتالي بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة. نيجي لرقم 5 بيقول لي قارن بين معركة حطين ومعركة عين جالوت. طيب انا قبل ما اكمل السؤال انا عارفة ان لازم اعرف معركة حطين كان القائد بتاعها مين، معركة عين جالوت القائد بتاعها مين. هو بيقول لي قارن من حيث الاسباب والنتائج. طب انا لو قارنت ما بين الاسباب والنتائج هعرف اطراف المعركة ازاي؟ قال لي معركة حطين اسبابها رد العدوان الصليبي عن العالم الاسلامي. طب كده يبقى معركة حطين كانت ما بين مين ومين؟ كانت ما بين صلاح الدين الايوبي وما بين الصليبيين. طيب اسباب معركة عين جالوت صد العدوان المغولي عن العالم الاسلامي، بكده يبقى مين اطراف المعركة في عين جالوت؟ هقول بين سيف الدين قطز وبين المغول. طب ايه النتائج المترتبة على معركة حطين ومعركة عين جالوت؟ قال لي نتائج معركة حطين انتهت بهزيمة الصليبيين ووقوع أمرائهم أسرى في يد صلاح الدين، وتقدم صلاح الدين وحرر المدن الساحلية مثل في الشام مثل عكا وحيفا وصيدا. لكن نتائج معركة عين جالوت ان حمت مصر وأوروبا من الخطر المغولي وتم توحيد بلاد مصر والشام تحت زعامة المماليك والقضاء على أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر. تمام، واصبحت مصر زعيمة العالم الاسلامي في ذلك الوقت. بكده نبقى عرفنا نفرق في معركة حطين ما بين الاطراف وما بين اسباب كل معركة وما بين النتائج. نيجي لو قال لي بقى سؤال قارن بين الصليبيين والمغول، طب انا هقارن بين الصليبيين والمغول من حيث ايه؟ انا معرفش عنهم حاجة غير دول جايين منين ودول جايين منين. ده اللي انا هعمله برضو، انا هقارن ما بين الصليبيين وما بين المغول من حيث المصدر، من حيث الناس دي منشأها ايه، جاية منين. قال الصليبيين جماعة أوروبية جاءت الى الشام ومصر في حملات عسكرية استعمارية، لكن المغول هم شعب بدائي جاء من اواسط اسيا في منطقة منغوليا. في سؤال هنا بيقول لي ايه،
بس السؤال طويل شوية لكن إجابته مختصرة جدا. بيقول لي قارن بين الدولة الطولونية، الدولة الإخشيدية والأيوبية والمملوكية من حيث مؤسس كل منهما. عايز إن أنا أقول مؤسس كل دولة من دول. قال لي الدولة الطولونية طبعا مؤسسها أحمد ابن طولون، الدولة الإخشيدية مؤسسها محمد ابن طغج الإخشيد، الدولة المملوكية مؤسسها سيف الدين قطز، أما الأيوبية صلاح الدين الأيوبي. رأس السؤال يبان إن هو كبير لكن الإجابة كانت مختصرة جدا. نيجي بقى لسؤال ما النتائج المترتبة على، ويعتبر شرحنا سؤال ما النتائج المترتبة على واحنا بنشرح سؤال قارن. وقلت لكم ان سؤال قارن بيكون يحتمل على او يشتمل على بما تفسر وما النتائج. لو قال لي ما النتائج المترتبة على انخفاض معدل الجريمة في مصر، ايه اللي حصل لما معدل الجريمة انخفض في مصر؟ زي ما قلنا بما تفسر، قبل ما حل سؤال بما تفسر اسأل نفسي كلمة ليه؟ ليه الحاجة دي مهمة؟ ليه الحاجة دي حصلت؟ طب ما النتائج المترتبة على ايه؟ الكلمة اللي انا هسألها لنفسي قبل ما اجاوب السؤال. قال لي اول ما تسأل سؤال، اول ما تلاقي سؤال ما النتائج المترتبة على، تسأل نفسك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما انخفض معدل الجريمة في مصر؟ اقول له ادى الى ايه؟ شعور السائح بالامن والامان على نفسه وماله، ان السائح اصبح يشعر بالامان في مصر اثناء الحركة او اثناء تحركاته. سؤال تاني بيقول لي ما النتائج المترتبة على استضافة مصر العديد من المؤتمرات؟ قلت لما اجي اجاوب سؤال ما النتائج اسأل نفسي كلمة حصل ايه؟ حصل ايه لما مصر استضافت العديد من المؤتمرات؟ اقول تعد استضافة مصر لهذه المؤتمرات شهادة دولية على نجاح مصر في هذا النوع من السياحة. دي الاجابة برضو بشكل مختصر. طيب سؤال تاني بيقول لي ما النتائج المترتبة على استحداث انواع جديدة من السياحة؟ لما استحدثنا وعملنا انواع جديدة من السياحة في مصر، ده ادى الى ايه؟ او ادى الى زيادة التنويع السياحي وتنشيط السياحة وجذب عدد كبير من السياح الى مصر. نيجي بقى لأسئلة حضراتكم بيعتبر بتشوفوها سهلة جدا جدا لكن بنلاقي برضو فيها اخطاء. ازاي اتفادى الاخطاء في الاسئله البسيطه اللي المفروض درجتي مضمونه فيها؟ يعني مثلا سؤال زي اللي عندي ده سؤال اكمل، لكن هو جايب لي مجموعه من الكلمات اختار منها. طب انا اتفادى الاخطاء ازاي؟ قال لي علشان ما تكررش اي كلمه مره تانية في رقمين او في سؤالين اعمل ايه؟ الكلمه اللي هاخدها اشطب عليها بحيث ما اكررهاش تاني. لو فكرت ان انا اكررها تاني الاقيها ان انا شطبت عليها، فخلاص انا المفروض ما اخدهاش تاني. معروفة الكلمة بتكون اجابة لسؤال واحد. يعني مثلا بيقول لي ايه؟ تم فتح مصر عام 21 هجريا على يد القائد نقط. اروح للكلمات بتاعتي اللي بين القوسين واختار الكلمة المناسبة. انا اخترت تم فتح مصر على يد القائد عمرو بن العاص. اجي بالقلم بتاعي واخد خط على عمرو بن العاص. بكده لما اجي اجاوب سؤال تاني معروفة ان عمرو بن العاص انا مش هقدر احطه في اي اجابة تانية. طريقة تانية، اول الخلفاء الراشدين نقط واخرهم نقط. اول الخلفاء الراشدين هو سيدنا ابو بكر الصديق، فانا هاجي برضو اخد عليه خط بحيث ما كررش الاسم ده في اي سؤال تاني. واخر الخلفاء هو علي بن ابي طالب، واعمل نفس الطريقة بحيث كده انا ضمنت الاجابات بتاعتي ان كلها صح، مش هغلط في ولا واحدة. عندي سؤال صح وغلط، ناس كتير برضو بتغلط فيه. ليه؟ لان الاجابة عندي يا صح يا غلط، ما فيهاش فصال. لو انا الاجابة صح وانت عملتها غلط خلاص انا مش هقدر اعدلك اي حاجة او مش هقدر اصحح لك حاجة. طب اضمن ازاي مس ان انا اجيب الدرجة النهائية او اجاوب الاسئلة كلها صح؟ اقرا السؤال بتاعي كويس، لو انا لقيت فيه غلط احط خط تحت الكلمة الغلط بحيث انا كده عرفت ان في كلمة غلط في الجملة دي، فانا هحط العلامة بتاعتي انها غلط. طب انا قريت الجملة مرة واتنين لكن ما لقيتش فيها اي اخطاء، فبالتالي هحط العلامة بتاعتي وانا مطمن انها صح. لكن لما الاقي خطأ احط تحتيه خط بحيث لما ارجع اراجع
اعرف ان في كلمه غلط هنا. طب انا ممكن اكون غلطت فيها، هراجعها يمكن ما تكونش غلط، لكن ان انا اركز جدا وانا بجاوب سؤال صح وغلط، ولما يكون السؤال غلط احط خط تحت الكلمه الخطأ. طيب عندي سؤال اختر. في ناس كتير منكم بتتسرع في اجابه سؤال اختر، ازاي؟ انه يقرا السؤال بعد كده يقرا الاجابات، اول اجابه يشوفها مناسبه يحط تحتها خط. طيب لكن ما يكملش قرايه باقي الاجابات. طب ليه؟ لان في حاجه اسمها الصح والاصح. يعني ايه؟ ممكن يكون عندي سؤال ايوه تنفع له الاجابه اللي انت اخترتها، بس في اجابه تانية بعدها انت ما قريتهاش لكن هي الاصح واللي كان لازم تختارها، يبقى انت كده ما خدتش الدرجه. فانا بالتالي لما اجي اجاوب سؤال اختر اقرا كل الاختيارات وبعد كده احدد الاختيار الصحيح. يعني مثلا عندي في اول سؤال مدينه نقط من مدن ساحل البحر الاحمر، هقرا الاختيارات الغردقه العريش الاسكندريه مرسى مطروح. انا قريتهم كلهم كده هختار الاختيار الصحيح بتاعي وهو الغردقه واحط عليه دايره او خط، بكده انا ما عملتش اي اخطاء. لكن لو انا جيت اخترت الغردقه الاول ورحت ما قريتش الباقي، ايوه ماشي الغردقه صح، بس انا قلت لك ان ممكن يكون في اجابه اصح وانت سبتها، فبالتالي ما تحاولش ان انت توقع نفسك في اخطاء في اسئله بسيطه مضمونه الدرجه بتاعتها. بكده نكون خلصنا المراجعه بتاعتنا يا جريد 5، وان شاء الله اشوفكم من العام القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.